رجل جاء مع أهله ولكنه لم يزل، فصلى لمدة أسبوع، وبعد ذلك أحد الشباب قال له عليك الغسل وعاد الصلاة، فهل يجب ذلك أم لا؟ أولا يجب أن نعلم أن الغسل يجب بواحد من أمرين، إما بالإنزال ولو بدون جماع، أو بالجماع ولو بدون إنزال، أو بالجماع والإنزال معروف. وعلى هذا الرجل الذي قلت عليه أن يعيد الصلاة التي تركها، لأن المدة قليلة، وهو في الحقيقة عنده نوع من التفريط، يواجب نسأل أهل العلم، فعليه أن يعيد هذه الصلاة إعادة جميعا، بمعنى أنه لا يصلي كل صلاة مع نظيرتها، بل يصلي جميعا. هنا يعني يصلي الفرض اللي هو يصلي جميعا، مثلا لنفرض أنه صلى الفجر بدون غسل وبقي 7 أيام، نقول صلى الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء حتى تكمل ولو في ضحوة واحدة. نعم.